عدد الاقتصاد الوطني يتهاوى ومخاوف الناس من تداعياته الراهنة لا تتوقف. بتصدع سعر صرف الريال هوت قيمته خاسفة بأسعار السلع والخدمات، لتدخل البلد مرحلة حالكة أشد بؤسا من ذي قبل. انضرار على المواطن، وتسبب انضرار في بعض الناس ما عنده قدرة لها للأسعار إذا ارتفعت، أو مثل ما السكر أو البر أو القمح هذا يرتفع، يعني سلعة كبيرة على المواطن المستهلك. المستويات العامة لأسعار السوق المحلية ارتفعت كثيرا ولحقت بسعر الصرف المرتفع إلى مستويات قياسية جديدة، الأمر الذي يفاقم من صعوبة العيش في بلد منهك وعاطل. أسباب ارتفاع السعر هي الإدارة الفاشلة، وأسباب الأزمات هذا والغلاء، وارتفاع المواد الغذائية هذا بسبب الصرف. لم تكتفي مغامرات الميليشيا بجر اليمن إلى هذا التداعي البائس، فلطالما بددت مليارات الدولارات من المال العام في سبيل قتل اليمنيين لن تعجز عن تبديد ما تبقى في شهور. هبوط الريال يرجع إلى عدة عوامل، من أهمها تبديد الاحتياطيات النقدية لدى المصرف المركزي البنك المركزي اليمني، هذا أدى انعكس مباشرة على سعر الريال اليمني. ثانيا، أقدمت الميليشيا على زيادة ملحوظة في المديونية الداخلية، وتبلغ المديونية الداخلية حد لم تبلغه في تاريخ البنك المركزي. يقول مراقبون إنه في حال استمرت الحرب سيتآكل ما تبقى من خزينة البنك المركزي وتنهار العملة تماما، حينها سيتجاوز الدولار حاجزا لا يطاق. والخوف أن يحدث هذا قبيل رمضان، الفترة الحرجة التي يستورد فيها التجار أغلب السلع التي تغطي فترة رمضان والعيدين وما بينهما. ثمة علاقة إذن بين الاستقرار والاقتصاد كما هي بين الحرب وتدهور العملة، وما فشلت الحرب في النيل منه سيسقط حتما فريسة للانهيار الاقتصادي.